رصدت لنا تبعات هذه الأزمة في الشوارع المصرية. الوصول إلى محطات البنزين أصبح حلم هؤلاء. عشرات السيارات في صفوف ممتدة أمام محطات الوقود تبحث عن السولار، وتبدو للوهلة الأولى وكأنها تقف اعتصاما أو احتجاجا في بلد بات يألف الاحتجاجات والاعتصامات. جاي من بني سويف عشان نمول من الدق، ما كناش بنرضى نخش في الزبون الأول، دلوقتي بنخش عشان الجاز، ما فيش جاز خالص، وسوق السودا شغال في بني سويف الله ينور، جراكن وبراميل وكل، ما فيش عربات بتمول. السوق السوداء اللي بيعملوها أصحاب العربيات بيملوا شراكن، اللي معاه 5-6 عربيات غصب عنه وبيقعد طول الليل يدور على جاز، يلاقي الجاز بيملى شراكن، بس هو ده السوق السوداء. يلا باشا نبدأ. والله أنا بنقف البنزينة بالست ساعات عشان نلاقي سولار، ما احنا لاقيين بصراحة، مش عارفين ناكل عيش. نقص الوقود في مصر أشعل فتيل أزمة زادت من معاناة المواطن العادي الذي تحاصره الاختناقات المرورية. زاده تكدس السيارات عند محطات الوقود وتسببها في إرباك المرور، والجميع يريد حلا. كلنا زي ما انت شايف اهو داخلين على الجاز بنقف بالساعتين وبالتلاتة، ماشي جايين من بلدنا سفر بسبب الجاز، بنفضل واقفين كده ممكن لحد اخر النهار في الصف زي ما انت شايف، وبنيجي بالليل الفجر بنفضل مستنين الجاز لحد ما يجي، ممكن يجي 9 ممكن يجي 10 الصبح زي ما يجي بقى. ممكن نقعد بالساعتين فوق، كان في ايام بنبات قدام البنزينه. انا مش عارف لو انا نلقى مسؤول نكلمه على موضوع الجاز ده اروح له نكلمه، ولا لازم نعمل اعتصامات ونكسر ونضرب، مش عارف يعني بصراحه موضوع الجاز ده هيحصل ايه. وكل يوم نسمع في النشره ان كام لتر الضخ وهيتوفر السولار، مش عارف ايه بالظبط الموضوع. الشعب اتخانق بسبب السولار، مين اللي قال لك ان محدش يتخانق؟ كلنا اتخلقنا. الواحد ما بيعرفش يطلع من جوه قلب الشارع، يعني تعمل لك مشوارين 3 العربيه مثلا عايزه تفول لازم تقف، عشان بتدور بقى قدامك بقى 50 عربيه 70 عربيه. مشكله السولار ان حضرتك مش موجود، ولو موجود بيبقى فيه بالضرب بالشوم وبتاع، فمش لاقيين. هكذا يبحث السائقون عن طوق نجاه وسط غياب الحلول من الحكومه. فعلى الرغم من اعلانها ضخ كميات اضافيه من السولار في محطات الوقود، الى ان مشهد طوابير السولار لم يختفي من الشارع المصري. محمد عبد الحكم، النيل.